كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة، الإمام زين العابدين يأمر بخروف وشاة تذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، يعني يمر ويشم ريحة المرق ويقول هات القصاع، بعدين يقول أغرفوا لآل فلان، هذا القدر ترسوا لآل فلان، واغرفوا لآل فلان فلان وفلان، حتى يأتي على آخر القدور، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه. يطعم اللحم للناس والمرق، لكن هو يأكل شنو؟ خبز وتمر. هو زاهد في الدنيا ويجوع نفسه، لكنه يشبع إلى آخره. ليش سموه زين العابدين، قرة عين الناظرين؟ لأنه أول شهر رمضان كان يفعل ذلك وبقية الأمور. بس على كل حال، أن تطعم الطعام للآخرين وإن كانت بك خصاصة، ما عندك لكن تعطي لغيرك.